كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة، صلى صلاة أن لا تمطر. أحبائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. صباح النعمة أو مساء النعمة على حسب الوقت اللي أنت بتشوفنا فيه النهاردة. أهلا بكم معنا النهاردة في لقاء جديد من وصلى صلاة. وصلى صلاة برنامج بدأناه من شهور، فكرته ببساطة أنك تصدق أن صلاتك مؤثرة، وصلاتك ممكن تعمل حاجات كثيرة جدا. صلاتك بتطلق إيد الله في العمل وإيد الله في الملكوت. صلاتك كمؤمن وصلاتك ككنيسة ليها تأثير مش بس على حياتك لكن أو على عيلتك، لكن كمان ليها تأثير على المجتمع اللي أنت عايش فيه. صلى كان إيليا، الجزء المشهور في يعقوب، كان إيليا إنسانا، إنسان يعني زيي وزيك وزي كل المشاهدين في أي مكان في العالم. الفرق الوحيد إن إيليا كان عارف إنه وعنده إيمان وثقة غير عادية في الله، فصلى أن لا تمطر فلم تمطر. صلى. وكل هدفنا في الأيام الصعبة اللي بنكتس فيها كأفراد وككنيسة وكمجتمع إن إحنا نكون مرة تانية مصدقين وشايفين بالإيمان ومصدقين إن الله يصنع معجزات. النهاردة بيسعدنا وشرفنا أن يكون معنا دكتور رجائي حكيم من كاليفورنيا، ومعانا كمان أختنا الغالية منال سمير. أهلا وسهلا بكم معانا النهاردة. كان مفروض يكون معانا الدكتور الأسيس أندريا زكي زي ما أعلننا أكتر من مرة، بس زي ما حضراتكم عارفين أن الدكتور أندريا جاله كورونا، وزي الرئيس ترامب والفيرست ليدي برضو جالهم كورونا. ومن شوية بس عرفت أن الأسيس ناصر كتكوت في الكنيسة الرسولية جاله، رئيس المجمع الرسولي أو الطائفة الرسولية جاله كورونا. فواضح النهاردة أنه رجائي هيصلي الشفاء كتير قوي، يعني كلهم رؤساء، ولكن ثقتنا أن الرب يتمجد ويشفي ويمد إيده، بالذات الناس اللي في مناصب زي كده وحاجات كتيرة وبتبقى متوقفة عليهم، إذا كان رئيس أمريكا أو قبل كده كان رئيس الوزراء بتاع إنجلترا، وطبعا الدكتور أندريا ومسؤولية الطائفة في مصر والأسيس ناصر ومسؤولية الطائفة وكل مريض. يعني إحنا يمكن دول عشان عارفينهم، لكن في مرضى كتار. يعني ليا أسيس صديقي في مصر قال لي إنه جزء كبير من شعب الكنيسة في أماكن مختلفة لكن جالهم كورونا. فواضح إن الموضوع يعني بقى قريب قوي من ناس كتير أنا أعرفها، فمحتاجين إن إحنا كمؤمنين إن إحنا نصلي وإن الرب يعني يوقف هذا الوباء. يعني زي ما بيقول الكتاب أرسل كلمته، فالرب القادر إنه يرسل الكلمة ويوقف هذا الوباء ويرفع سلطان الوباء ده عن أولاده وعن شعبه. النهاردة هنتكلم عن الدخول لمحضر الله وإنك إزاي تصدق إنك تقدر تتقابل مع الله وجها لوجه. خلونا نصلي ونطلب حضور الله في المكان وحضور الله في قلوبنا وحضور الله في قلوب كل واحد بيشاهد أو بيسمع. أنا بدعوك لو أنت بتشاهدنا على الفيسبوك أو اليوتيوب اعمل شير
عشان أكبر عدد من أصحابك ومن أصدقائك من قرايبك يكون بيتابع معانا. لو عندك طلبة صلاة ارفع اكتبها وهتلاقي حد بيرد عليك وبيصلي معاك. لو أنت بتشوفنا على الكرازة أو الكارما اكتب لهم برضو، أنا متأكد إن في فريق بيتابع الكلام اللي بيتكتب وهيردوا عليك. لكن اتأكد النهاردة إنه السماوات مفتوحة، وإن كل ما تطلبونه مؤمنين به تنالونه. كل ما تقول حط خط تحت كلمة كل ما تطلبونه مؤمنين، حط خط تاني تحت كلمة مؤمنين به، وحط بقى 10 خطوط تحت كلمة تنالونه. الرب النهاردة بنفسه مستعد إنه يسمع صلاتك. ويعني كنت بسمع الدكتور زكريا استورو امبارح بيحكي عن انه صلى عشان حاجه من 30 سنه، من 30 سنه وهو نسي، وافتكر انه الرب نسي، وفي يوم من الايام قريب ربنا اداله اللي كان بيصلي عشانه من 30 سنه، واستعجب جدا. لكن هو بيصلي ربنا قال له انا صلاتك اللي انت صليتها من 30 سنه انا سمعتها، حفظتها، حفظت صلاتك، وانا كنت مستني الوقت المناسب. قد ايه اتشجعت جدا وانا بسمع واحد زي الدكتور زكريا ستاورو بيقول ان الرب ولو بعد 30 سنه بيستجيب. خلاص صلي، وصلي بايمان، ما تصليش كلمات محفوظه، صلي صلي بايمان، صلي بثقه، صلي بكل مشاعرك، بكل اللي جوه قلبك، بكل احاسيسك، وصدق ان الرب هيسمع وبيسمع وهيستجيب في حينه. خلاص صلي. يا رب بنشكرك من أجل يوم جديد، بنشكرك يا رب لأن عطاياك جديدة في كل صباح، بنشكرك يا رب لأنك مستعد تعطي أكثر جدا مما نظن أو نفتكر، بنشكرك لأنك أنت سبقت وأعطيتنا عطية العطايا الرب يسوع المسيح الذي جاء على الأرض وبذل حياته من أجلنا، فكيف لا تهبنا معه أيضا كل شيء. بشكرك لأنك اديتنا نعمة وامتياز الصلاة، إن احنا نقدر نتكلم معاك، وإن احنا نقدر ندخل في حجالك، وندخل يا رب في مخادعنا، نتكلم معاك بثقة، نتكلم معاك وجها لوجه. يا رب بركة النهاردة لأخويا رجائي، لأختنا منال، بركة يا رب كان الأسيس أندريا، يا رب الأسيس ناصر، الرئيس يا رب الأمريكي ومراته، كل يا رب من في احتياج النهاردة ورافع عينيه ليك ورافع قلبه ليك. يا رب انت اله المعجزات، يا رب ده الوقت اللي فيه يا رب ناس كتيره ممكن تختبر يا رب ايات وعجائب، وتختبر قوه وحضور وحلول الروح القدس يا رب اللي بيعطي شفاء، لمسه شافيه يا رب من عندك. بنصدق يا رب انك النهارده عندك وجبه دسمه لينا، بنصدق يا رب النهارده ان في قلوب محتاجه انت هتتلامس معاها. نعمة وبركة يا رب من عندك في للجميع في اسم المسيح. آمين آمين آمين. خلونا نروح للمنال ونسبح معاها ونرجع نكمل لقاءنا. أهلا بكم أحبائنا في كل مكان. في آيات أحب أشاركها معاكم في سفر مراثي أرمية وأصحاح 3. فأول الأصحاح بيتكلم على شكوى من الضيق، وبيقول تعليل النفس برجاء مراحم الرب وطلب النجاة ومجازات الأعداء. ياريت لو عندكم وقت تقروا السايكل كلها بتاعت التعب وبعدين إدراك والرحمة اللي في إيد الرب لينا كلنا. ومن عدد 21 بيقول أردد هذا في قلبي من أجل من إحسانات الرب أننا لم نفل، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانته. نصيبي هو الرب، قالت نفسي من أجل ذلك أرجوه. طيب دونه للنفس التي تطلبه، جيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع بسكوت خلاص الرب. في استنجاد، ويمكن في ألم كتير في العالم وفي حوسة كده، لكن إنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، مراحمه جديدة في كل صباح. إحنا لم نفنى، لو أنت بتشوفنا دلوقتي لكن إحنا موجودين بأمر من الرب اللي خلقنا واللي فدانا. تعال نسبح بمراحم الرب اللي هي جديدة في كل صباح، بمراحم الرب أغنى
عن حق يخبر فمي، أزال مخاوفي، أداني سعادة أبدا. Yes, sir.
ربنا يباركك يا لولو، دايما دايما يعني المسحه اللي على حياتك وعلى صوتك دايما بتدخلنا لمحضر ربنا ودايما بترفعنا. نشكر ربنا صحيح من اجلك. انا مبسوط ان معانا الشيخ رجائي، لانه مش بس شيخ وروحي، لكن كمان لانه دكتور. و على قد ما كنا بنفكر ان كورونا ابتدت تخف حدتها، وانا اعتقد انها بتخف حدتها، يعني مش معنى الاصابه بكورونا، انا اعتقد ان اعداد الاصابات بتزيد، لكن الخطوره بتاعتها بتقل. ومشكله كبيره طبعا زي اللي عندنا في امريكا، لما بيبقى الموضوع داخله فيه سياسه فكل حزب بيحاول يقول كلام. احنا ما لناش دخل بالسياسه، احنا لينا دخل بالسياسه العليا بتاعت ملكوت الله وكلام الله واللي ربنا عايزه يتم في حياتنا. فشيخ رجائي، قول لنا اللي ربنا حطه على قلبك، لكن في النهاية أنا عايزك ترفع صلاة للأسيس أندريا، للأسيس ناصر، للرئيس ترامب، لكل شخص، يعني لكل شخص. أنا متأكد أن فيه أمهات ولادها أو أبهات إخوات أصدقاء، إحنا محتاجين أن الرب فعلا يمد إيده على هذا الوباء. أهلا بيكم أحبائي. الوقت اللي احنا داخلين عليه ابتدوا يدلوا اصطلاح جديد كده، كل شوية تطلع كلمات جديدة يسموها twin pandemia. twin pandemia يعني اتنين مع بعض، مش pandemic واحد اتنين. وهو زمن الفلو اللي احنا داخلين عليه بيبتدي اكتوبر، وبعدين الكورونا فيروس. فاحنا داخلين على الوقت دوت وعايزين نصلي، لان الوقت ده يبقى صعب، يعني محدش عارف عنده فلو عادي ولا الكورونا، وهيبقى تحدي بالنسبة للدكاترة. وطبعا الفاكسين هم شغالين عليه، هيبتدي يدوا للناس اللي هم هاي ريسك والفيرست ريسبوندرز، لكن واضح انه الوقت اللي جاي هيبقى مور تشالنج. فاحنا عايزين نصلي ونحط الامر ده قدام ربنا، انه يتكسر الوباء دوت وتتكسر الحرب على المؤمنين وعلى الارض، ان الرب يبرئ الأرض بتاعتنا. طبعا زي ما سمعنا أنه الرئيس ترامب ومراته جالهم كورونا كوفيد، والرئيس ترامب أخده مستشفى. طبعا بيدوله كل حاجة، البوليكولونال الانتيباديز ورامداسيفير، هيدوله أحسن حاجات وهيهتموا بيه، لكن طبعا الرب هو الشافي. محتاجين نرفعه في الصلاة ونرفع مراته ونرفع المسؤوليات الرهيبة اللي في الولايات المتحدة، لأنه سلامة البلاد من سلامتنا، وده أمر الرب لينا في الكتاب، إن إحنا نرفع أيدي طاهرة ونصلي من أجل سلامة واطمئنان البلاد. الحاجة التانية برضو بنصلي من أجل الأسيس أندريا، ومن أجل شفاء، ومن أجل عدم مضاعفات، وإن الرب يمد إيده بشفاء سريع عاجل. أسيس طمني عليه وقال إن حالته كويسة. كمان الأسيس ناصر كتكوت بنصلي من أجله، مش بس بنصلي من أجل الناس دول كلها، هنصلي من أجل كل الناس المصابين، أو من أجل كل الناس اللي في أزمة أو مضطرين أو تعبانين. اللي على قلبي النهاردة أنه أقوله لكم، إنه الكتاب بيقول كده في مزمور 56 وعدد 8: اجعل أنت يا رب، اجعل أنت دموعي في ذقك، أما هي في سفرك.
قعدت افكر سفرك ودموعي، وطبعا يعني اذا كان الرب بيحفظ الدموع ديت في الذق او في زجاجه او في قنينه، اكيد الدموع دي مش بس دموع، يعني هو واحد صعبان عليه، او اكيد ممتزجه بصلاه وصرخات والم وتعب. وده اللي عايز اطمنك ليه النهارده، انه الرب بيحفظ الدموع دي قدامه. مش بس كده، هي مكتوبة أصلا في السفر، في كل واحد فينا لما نقرأ مزمور 139 نحس أو نفهم إنه الرب وهو بيخلقنا كتب كتاب عن كل واحد. يعني مزمور 139 يقول كده: لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء، ورقمت في أعماق الأرض، رأت عيناك أعضائي، وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت إذ لم يكن واحد منها. غريبة أوي، يعني إنه في سفر، في كتاب لكل واحد فينا، مترقمة فيه الأعضاء، مترقمة فيه العظام، فيها الأعمال اللي هنعملها لأنه سبق فعينها، فيها الدموع كمان اللي إحنا سكبناها والألم اللي مرينا بيه. فالرب عنده سفر وعنده كتاب مكتوب لكل واحد فينا، في أعمال صالحة خلقها الرب عشان نعملها، في كل حاجة، من غير حتى بيقول إنه قبل ما أتكلم أنت عرفت الكلام اللي في لساني هقوله إيه. فمعرفة ربنا لينا معرفة بتفوق الحدود. مش بس كده، هو إدانا الحق كمان إن إحنا نقعد في محضره ونعرفه. كتاب في يوحنا 14 وعدد 22 بيقول كده: إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي، وإليه نأتي، وعنده نصنع منزلا. آية تانية يقول: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. فهنا أظهر له ذاتي وصناعة المنزل في العلاقة الحميمة مع الرب، وفي حضور الرب اللي احنا بنستمتع بيها في العهد الجديد بسكيب الروح القدس، وحضور الآب والابن، وصناعة منزل من الحضور حوالينا وفينا وجنبينا وعلينا. ده نوع من العلاقة الحميمة جدا. زمان في العهد القديم كان داود حاطط خيمة جنب بيته، ينزل كل يوم قدام التابوت ويقعد قدام الرب. النهاردة مش محتاجين تابوت للعهد، النهاردة بنختبر دوت واحنا ماشيين في بيوتنا واحنا في حياتنا. وانا بدعوك للنوع من العلاقة دي، أنا بدعوك لنوع من علاقة حميمة جدا الرب صنعها وعملها، وبدعوك إنك تبقى حساس لروح ربنا، إنك تنفذ الأعمال الجميلة اللي الرب كتبها يوم ما خلقنا علشان نسلك فيها. مش شرط، الرب مش بيجبر حد إنه يعمل حاجة، أنت ممكن ما تعملش حاجة منها، ممكن تعملها كلها، ممكن تعمل نسبة منها، لكن في أعمال جميلة جدا الرب سبق فعرفها فعينها عشان نسلك فيها. خلينا نرفع صلاة من أجل كل المرضى، ومن أجل حضور حقيقي في حياتنا الأيام ديت، أيام صعبة، ووقت الترانزيشن اللي احنا اتكلمنا عليه، الترانزيشنال بيريود ديت هتبقى صعبة جدا وضلمة جدا، ومحتاجين نور ربنا يشرق علينا وفينا. يعني أن الرب يرسل رحمته وحقه علينا، أن الرب يمد إيده ببركة ونعمة ويبرئ الأرض. يا رب أشكرك من أجل إحساناتك ومن أجل حضورك في حياتنا. بشكرك يا رب لأنه كل واحد فينا يستمتع بحضور حقيقي للروح القدس فيه وعليه، ويستمتع بحضور حقيقي إذا حفظ وصايا الرب، وإذا أحب الرب والآب والابن أن يأتوا إليه ويصنعوا منزلا، أن يسكنوا معاه، أن يسكنوا فيه، يسكنوا عليه. يا رب في اسم الرب يسوع بصلي من أجل كل إخواتي في كل مكان، من أجل حضور حقيقي خيمة داود الساقطة يا رب، تقيمها تاني يا رب في حياتنا وفي حياة الكنيسة وفي حياة شعبك، إنه يبقى في حضور مستمر، حضور حقيقي لشخصك، حضور حقيقي بمجدك، حضور حقيقي بإرشاد، باستنارة للروح القدس في حياتنا، في كلامنا، في تصرفاتنا، في خدمتنا. نعم يا رب، تأتي يا رب
وتأمر فالملائكة تسمع وتنفذ. جنودك يا رب لهيب نار، استخدمهم لمجد اسمك ولمجد الكنيسة يا رب. يا رب النهاردة بنصلي يا رب أن تطرد الوباء يا رب من أرضنا، من العالم كله، أن تأمر فيهرب الوباء، فيهرب الوباء من وسط شعبك ومن وسط أولادك. احمي شعبك يا رب وأولادك يا رب، نجيهم يا رب من الوباء دوت في اسم الرب يسوع. تمد يدك يا رب بالتشجيع وبالقوة وبالسندة يا رب للعالم كله، كل الألم وكل يا رب الاحتياج وكل الحالة الاقتصادية الصعبة يا رب، تمد يدك يا رب وتحول يا رب اللعنة إلى بركة، تحول يا رب الألم والدموع يا رب إلى فرح ونصرة وسلام. نعم يا رب بنذكر كل منحني، كل متضايق، كل مضطرب، كل مضطر، كل مر النفس، أن تأتي أنت يا رب. نعم يوجد بلسان في جلعاد، ليس فقط في جلعاد، ولكن يوجد يا رب الرب الروح المسيح يسوع ملك الملوك ورب الأرباب. يوجد يسوع أعظم من كل خليقة وأعظم من كل نبي وأعظم من كل وصف، يأتي ويضع يده بالشفاء ويضع يده بالبركة على الشعب وعلى أولادك في كل مكان. نعم يا رب نخص يا رب الصلوات النهاردة للرئيس ترامب يا رب وزوجته، مد يدك يا رب بالشفاء، اطرد يا رب كل مرض، كل مضاعفات، كل ألم، ادي قوة وسندة، يكون يا رب اختبار وقرب منك أن تأتي بروحك القدوس. نعم يا رب أن تشرق يا رب بنورك عليه. نعم يا رب أن يرى روحك فيفرح نفسه. نعم يا رب فيصير إنسان جديد، فتملأه بروحك القدوس في اسم الرب يسوع. نشرع يا رب بطرد المرض والحمى، نشرع في لقاء رب خاص معاه يا رب، لأنه المسؤولية رهيبة يا رب. الولايات المتحدة مسؤوليتها غير عادية، وهتكون يا رب بتتقدم النهضة، وهتكون يا رب بتتقدم ملكك يا رب على كل الشعوب. مد يدك بالقوة بالبركة بالنعمة، احفظه من كل مضاعفات يا رب، مقابلة خاصة يا رب، ولادة جديدة من فوق يا رب من روحك القدوس في اسم الرب يسوع. تغيير في البيت الأبيض، تغيير يا رب في السوبريم كورت، تغيير يا رب في كل المناخ يا رب اللي موجود يا رب، تغيير يا رب في تشريعات يا رب الوثنية اللي الناس شايفاها عادي، والذبائح الأطفال اللي بتتقتل، 65 مليون اللي اتقتلوا واللي اتقدموا ذبائح يا رب بطريقة غير مباشرة للبعل. نعم يا رب بنوقف دوت باسم الرب يسوع بقوة سلطان الروح القدس، أن تأتي يا رب وتضع الشخص المناسب يا رب في السوبريم كورت في اسم الرب يسوع. بركة ونعمة يا رب على البيت الأبيض، على كل رب المشرعين، على كل السياسيين، أن تأتي وتقتحم حياتهم يا رب في اسم الرب يسوع. بنصلي كمان من أجل الأسيس أندريا يا رب في اسم الرب يسوع، يربط يا رب كل عمل رديء، كل مرض، كل مضاعفات، كل ألم يا رب، كل يا رب حاجة يا رب بتعوق يا رب الشفاء في اسم الرب يسوع، تطردها إلى خارج يا رب. تأتي يا رب بنفسك يا رب، بلمسة من عندك يا رب، بلسان من عندك يا رب، فتضع يدك يا رب بالقوة والبركة، تنشيط يا رب في عظامه، تنشيط يا رب في جسده، هو جديد يا رب، بركة وسكيب من الروح القدس على حياته يا رب، نشاط يا رب وبركة ونعمة واستنارة غير عادية، استنارة غير عادية، وأذان يا رب روحية وعيون روحية من عندك يا رب، فيرى ما تريده يا رب للشعب، فيقود شعبك يا رب للبركة وللنعمة وللتوبة والاتضاع في اسم الرب يسوع. شفاء الآن، طرد يا رب لكل كورونا يا رب من جسده، حماية على عيلته وعلى أولاده يا رب، إنه ما يبعدوش، إنه ما فيش أي مضاعفة بتحصل، شفاء في اسم الرب يسوع الآن يا رب، الآن شفاء يا رب القسيس ناصر كتكوت يا رب، مد يدك بالبركة بالحماية يا رب عليه، على فكره وعلى ذهنه، لقاء خاص معاك يا رب، بركة ونعمة، إشراق من السماء من نورك يا رب عليه، طرد يا رب لكل ألم ووجع في الجسد. نعم يا رب صلي من كل إخواتي المرضى في كل مكان، أن تأتي بيدك يا رب وتشفيهم. صلاة يا رب خاصة لرفوهي يا رب، وسرطان يا رب البروستاتا اللي عنده المنتشر في كل العظم، أنت يا رب تمد يدك بالشفاء الآن وتطرد يا رب السرطان. نعم يا رب شفاء لأختي يا رب ساندرا يا رب، إنك تمد يدك يا رب بالبركة فتطرد كل ألم وكل تعب يا رب في صدرها الآن. نعم يا رب كل واحد يا رب ما افتكرناهوش أو نسيناه، مد يدك يا رب بالشفاء. كمان شفاء يا رب من أجل الأمراض النفسية،
شفاء يا رب من أجل الوحدة، من أجل القلق، من أجل الخوف، من أجل الاكتئاب، من أجل الوسواس القهري، من أجل الانفصام، من أجل يا رب كل اللي بياخدوا أدوية. مد يدك يا رب بشفاء غير عادي يا رب، مد يدك يا رب بشفاء للنفس والروح في اسم الرب يسوع الآن. بركة ونعمة يا رب على إخواتي وكل اللي بيشاهدونا يا رب، يقولوا آمين آمين. امين 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 امين. النهارده احنا كنا يعني فعلا اكسايتد ان هيكون معانا الاسيس اندريا، وزي ما انا قلت لكم قبل كده الاسيس اندريا صديق وزميل، احنا اتزاملنا في كليه لاهوت، انا كنت سابقه بسنتين. لكن من الحاجات المميزه قوي هو كان دفعه الاسيس نبيل عطله بتاع الكويت، ويعني كانوا مجموعه مميزه جدا. وبفتكر ان احنا كنا بنقضي اوقات كتيره واحنا في كليه لاهوت، يعني انا كنت في رابعه هم كانوا في تانيه، وكنا بنقعد نقضي حلقات صلاة طويلة مع بعض، وياما نزلنا قوافل مش تبع حد، يعني كنا احنا مجموعة، انا وهو والاسيس نبيل، وكان معانا مجموعة تانية، كنا بننزل نروح قرى ونروح اماكن ونبشر ونصلي. فيعني وكنت مبسوط ان احنا هنتقابل النهارده، مش هنسأله في السياسة ومش هيتكلم في قرارات ومش هيتكلم حتى في قرارات كنسية، لكن كنا نتكلم عن الصلاة في حياته هو الشخصية، وإزاي كل ما بتكبر، مش عايز أقول روحيا، كل ما بتكبر حتى في مسؤولياتك بتحس إن أنت محتاج صلاة ومحتاج تدعيم. وأنا بشكر ربنا ليا صديق اسمه الأسيس فكري في مصر، مسؤول عن خدمة الصلاة في مصر. الأسيس فكري تحت رعاية الأسيس أندريا مكون مجموعة من العالم كله بترفع الأسيس أندريا في الصلاة، فالأسيس فكري كل يومين ثلاثة يبعت لنا يقول صلوا عشان كذا، صلوا عشان بيحصل كذا، يعني فإحنا على طول أبديتد باللي بيحصل مع الأسيس أندريا. ربنا يلمسه، وطبعا زي ما رجائي صلى للريس وصلى للأسيس ناصر، الأسيس ناصر برضو من الشخصيات الغالية على قلوبنا واللي ربنا بيستخدمها في العالم. أنا بشكر ربنا صحيح، يعني أنا كنت ماشي الأسبوع اللي فات في الشارع مع روزينا، وقابلنا أشخاص قالوا لي إحنا ما بنقدرش نروح كنايس، بس برنامج الصلاة ده غير في حياتنا. في ناس بتكتب لنا على إزاي صدقوا إنه صلى صلاة والرب، يعني صلوا صلاة والرب استجاب والرب عمل معجزات والرب، يعني امين ان ربنا يشجع نفوسنا ونصدق ان الصلوات اللي اترفعت ليها نتيجة. خلونا نروح مرة تانية لاختنا الغالية لولو ونرنم معاها، وبعدين نرجع نكمل حديثنا النهاردة. بارك شعبك
امين يا لولو، الرب عالي، ولما بنعلي الرب، الرب مش لان هو محتاج ان احنا نعليه، هو رب عالي، الرب عالي، بس زي ما بيقول الكتاب الرب عالي ويرى المتواضع. يعني amazing love، حاجه غير عاديه ان الرب عالي وفي علو، وده كله بيبص على المتواضعين وبيبص على البسطاء وبيبص على المساكين. الرب عالي، والرب عالي ويستحق ان احنا نعليه. قبل ما اشارككم النهارده بالافكار اللي انا عايز اشارككم بيها عن الصلاه، حابب اقول لكم حاجه هتحصل عندنا في كاليفورنيا يوم السبت الجاي. يوم السبت الجاي كلنا الاسبوع اللي فات واحنا وريناكم جزء من لما الكنائس الامريكيه ابتدت تصلي من اجل روح توبه ونهضه. وانا الرب كلمني بوضوح ان احنا السبت الجاي ندعو كل المجتمع العربي، كل المجتمع العربي انه يجي ونصلي مع بعض بصلاه توبه ورجوع للرب ونصره. خلونا نشوف الاعلان ده ونرجع نعلق عليه. من مدة وربنا بيكلمنا بصورة واضحة جدا على الزمن اللي جاي، وإن في تغييرات غير عادية هتحصل في الزمن الجاي. الزمن الجاي زمن مختلف تماما في حياتنا كلنا. ومن أيام ربنا فاجئني أنا شخصيا بهذا الكم وهذا العدد الهائل من الكنائس الأمريكية اللي اجتمعوا في واشنطن وركعوا قدام ربنا وصلوا. منظر أنا بعتقد إنه مش أنا بس، كل اللي اتفرج على اليوم ده وتابع الصلوات وتابع التسبيح وتابع إنه يشوف قادة العالم أو قادة الكنيسة في أمريكا وهي بتركع على الأرض وبتتوب وبتستقبل مسحة جديدة وبتستقبل نهضة جديدة من عند ربنا، منظر كان يعني يهز أي إنسان. يعني المنظر ده لما ربنا قال إذا راجعوا وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإني أسمع وأبرئ الأرض، وأنا حسيت ربنا بيكلمني بمنتهى الوضوح في الوقت ده، وأنا عمال أتفرج على القسيس وهو راكع قدام الأرض والشعب راكع معاه في كل مكان، وكان اللي بيصور كان منظر غير عادي، وأنت شايف العائلات بتركع، كبار بيركعوا، شباب بيركعوا، يعني الجسد المسيح كله كان بيركع بيطلب توبة حقيقية وبيطلب رجوع حقيقي للرب. حسيت ربنا بيقول لي احنا محتاجين نعمل ده في المجتمع العربي هنا في لوس انجلوس. فانا بدعوك انك تيجي السبت الجاي الساعه 6 بالليل عندنا في الكنيسه، اللي نفسه يتوب توبه حقيقيه ونفسه ياخد مسحه جديده ونهضه جديده ورؤيه جديده للزمن اللي جاي. هنبتدي اللقاء الساعه 6 بالليل، هنخلص 8:30، ساعتين من التسبيح، من الصلوات، قراءات كتابية كتيرة عن التوبة، عن التجمع قدام ربنا، عن التشفع قدام ربنا. أنا بدعوك إن دي ليلة هتبقى ليلة مختلفة جدا، هتفرق في حياتك، هتفرق في كنيستك، كل الخدام مهما كانت طائفتك ومهما كانت الكنيسة اللي بتنتمي ليها، تعالى وشارك معانا. وأنا متأكد جدا إن روح ربنا هو اللي بيسخنا وبيدعونا لهذا اللقاء، ومتأكد إن احنا هنخرج من اللقاء ده كجسد المسيح بنصرة جديدة. السبت الجاي 10 أكتوبر 6 مساء في الكنيسة عندنا في ويتشير، هنركع، هنتوب، هنرجع للرب، هنستقبل نصرة ومسحة جديدة، بداية جديدة لزمن جديد ربنا بيدخل فيه الكنيسة والمؤمنين. ربنا يبارككم، ومنتظر أشوفكم في ملء البركة. شكرا سامي على الاعلان. انا عارف ان احنا عملته في وقت قياسي، ربنا يباركك، بس هي الفكره ببساطه ان احنا بندور على جسد المسيح، وجسد المسيح ملوش اي علاقه باي طائفه او عقيده او كنيسه. جسد المسيح بيتجمع مع بعض، وان احنا نيجي كجسد المسيح وان احنا نطلب وجه الرب. يعني زي ما بيقول إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإني أسمع من السماء وأبرئ أرضهم وأغفر خطيتهم. وإحنا محتاجين إن إحنا في الزمن الصعب اللي بنخش فيه ده
ان احنا نيجي وننزل كلنا قدام ربنا، كبار صغيرين شباب، يعني بنحاول واحنا بنرتب لليوم ده ان يبقى في حاجه للشباب انهم يجوا معانا ويتوبوا قدام ربنا ويستقبلوا المسحه، اطفال. لكن هي الفكره ببساطه ان احنا هندي الفرصه بالكامل لروح الله يسود وللكلمه النبويه، يعني قراءات كتابيه، روح ربنا بيسود وبيحرك، هيبقى في تسبيح، هنحط كل ده قدام ربنا. ده بيقودني للي انا عايز اشاركه معاكم النهارده. انا كنت بشارك مع الكنيسه عندنا ان احنا داخلين على زمن جديد. الزمن الجديد ده زمن مليان سمك، مليان صيد، مليان حصاد. في لوقا 5 لما بيكلمنا الكتاب عن بطرس، بطرس زي مؤمنين كتار النهارده في الزمن اللي احنا بنعيش فيه دلوقتي، واقفين على الشط، كل اللي بيعملوه بيصلحوا شبك متخرق، شبك مقطع، بيشتكوا من الزمن والظروف والمرض والاحتياج ومشاكل أسرية ومشاكل مادية ومشاكل عالمية ومشاكل سياسية. وقفة الشط مع مجموعة محبطة هي السمة اللي فيها أغلب المؤمنين الأيام دي، وقفة بعيدة تماما عن اللي ربنا عايزه، شبك، إحباط، يأس، تعبنا الليل كله، ما بقاش في فايدة اللي ربنا عايزه يكون، احنا مش هنتحرك من على الشط. انا بتخيل ال 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 الصيادين اللي شباكهم فاضية متخرقة وقاعدين بإحباط، هي كله بيتكلموا في ايه؟ يعني هل بطرس بيشجع أندراوس، أندراوس بيشجع يوحنا؟ ابدا، احنا بالعكس، انت لما بتتقابل مع ناس كلها محبطة بتشدك لتحت، بتشدك لورا. عشان كده المسيح الرب يسوع لما وصل وشاف حالة الإحباط ده، أنا مش بتكلم تفسيريا، أنا بتكلم بس روحيا اللي ربنا ورهوني روحيا. ربنا قال، الرب يسوع قال لبطرس أبعد إلى العمق قليلا، أبعد إلى العمق قليلا. في الزمن اللي احنا هنخش فيه، للي عايز يخش الزمن الجديد ويشوف بعينيه اللي ربنا عايز يعمله، لازم تحصل حركة انفصال ما بين الواقع اللي على الأرض، ما بين إحباط وشباك فاضية وشباك مخرقة ومجموعة محبطة، إلى دخول قليلا إلى العمق. أنت ال 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 الانفصال ده، أو أنك تقرر أنك تسيب الشط وتدخل شوية للعمق، ده محتاج قرار نعمله دلوقتي، محتاج قرار تصليه دلوقتي، أن أنت ما ترضاش بحالة الفشل، ما تستسلمش لحالة اليأس، ما تستسلم لحالة الإحباط، لكن هتدخل إلى عمق علشان تشوف حاجة جديدة. حاجة تانية المهمة قوي، إنك في النقلة دي بتعمل حاجتين. الحاجة الأولانية، أنت بتدي سفينتك للرب، بتدي سفينتك للرب. بطرس بعد إلى العمق وسلم قيادة السفينة ليسوع. واللي هيخش معانا الزمن الجديد واللي هيشوف إيد الله العجيبة، الكتاب بيقول كده في سفر المزامير، رأوا أعمال الله وعجائبه في العمق. في العمق أعمال وعجائب الله هيعملها، مش هنشوفها وإحنا واقفين على الشط. كل اللي هيبقى واقف على الشط هيسمع عنها، أو يمكن ما يسمعش، لكن مش هيشوف، لأنها في العمق، لأنها في العمق. اللي هيشوفها، وده بيورينا أنه عدد الأقلية هي اللي هتقدر تشوف ده، مش الغالبية، مش الغالبية. الغالبية اللي قررت وفضلت الوقوف على الشط، وفضلت الكلام في الإحباط، وفضلت الكلام في السلبيات، وفضلت الكلام في الشبك الفاضي، هتفضل طول عمرها واقفة وبتبكي هناك. لكن اللي دخل إلى العمق وسلم السفينة لله، سلم السفينة بتاعته للمسيح، هيقدر يختبر اختبار تاني، هيقدر يختبر اختبار تاني. فجزء مهم قوي للمجموعة اللي عايزة تشوف مجد الله وعجائبه، إنها تسلم للمسيح السفينة. الحاجة الثانية، إن يسوع استخدم السفينة للوعظ، وده مهم قوي إنك تفهم وتفهمي إن حياتك في الزمن اللي جاي الله محتاج يستخدمها عشان يوعظ، كأن الله يعظ بنا، عشان يوعظ من خلالك ويوعظ من خلالك للي حواليك.
يوعظ من خلالك لولادك، يوعظ من خلالك لجوزك او لمراتك، يوعظ من خلالك لعائلتك، يوعظ من خلالك للمحيطين بيك. ففي نقله لازم تحصل، انك تسيب الشط وتدخل. والحاجه الثانيه ان انت تسلم المسيح قياده السفينه، تبقى حياتك، بيتك، شغلك، امكانياتك ملكه هو. الحاجه الثالثه ان تخلي المسيح يعظ من خلالك، تخلي المسيح يعظ من خلالك. لما يحصل كده المسيح يقول لك خش والقي الشبكه، وصارت الشباك تتخرق من كثرة السمك. وده اللي ربنا بيكلمنا فيه، انه الزمن اللي جاي، الزمن اللي جاي مليان سمك كتير قوي، مليان حصاد كتير قوي. مش هنتخانق مين ساب كنيسة مين وراح، مين ساب طايفة مين وراح لطايفة تانية. الموضوع هيبقى مختلف تماما، لانه السمك هيبقى بوفرة وبخير وبكثرة غير عادية. بس محتاج المؤمن او المؤمنين اللي هيدخلوا الى العمق. وهنا بس هتبتدي تسمع التكليف الالهي اللي بيقول من الآن تصطاد ناس. فالزمن اللي جاي هو زمن ناس بتصطاد ناس، زمن ناس مش مشغولة باللي على الشط، مش مشغولة بالحياة الأرضية الزائلة، لكن ناس مشغولة بخلاص النفوس وخلاص النفوس. لكن اتكلمت عن حاجات كثيرة للأعماق، تقدر ترجع لليوتيوب أو لصفحة الكنيسة. بس عمق من الأعماق اللي ربنا عايزنا ندخل فيها هو عمق الصلاة، هو عمق الصلاة. وكأن الله عايز ينقلنا نقلة من الصلاة المحفوظة، الصلاة الفترة، الصلاة اللي بقت ما بتعديش السقف، لعمق جديد في الصلاة. فاكرين في إشاعي لما قال له عمق طلبك أو رفعه، عمق طلبك أو رفعه، اطلب لنفسك آية. ما تطلبش لنفسك حاجة بسيطة، لما تطلب، لما تقف قدام ربنا اطلب لنفسك آية، عمق طلبك أو رفعه، عمق طلبك. الله بينقلنا وعايز ينقلنا في علاقتنا في الصلاة إلى عمق جديد. طيب خليني أخذ الموضوع ببساطة. الموضوع ببساطة، الصلاة. الصلاة هي الحاجة الوحيدة اللي بتقودنا إلى قلب الله مباشرة، اللي بتقودنا إلى قلب الله مباشرة. بصوا، مفيش حاجة تاخدك لقلب الله غير الصلاة. بنقعد نرتل خذني بقرب قلبك و و و و و كلام حلو قوي 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 قوي. في ناس بتحاول تتقرب لقلب الله بالاعمال، بفتكر ان انا لو قابلت واحد شحات او واحد هومليس واديته فلوس ده بيقربني من ربنا. بفتكر ان لو انا قعدت اعمل كذا واعمل كذا. الحاجه اللي تاخدك بسرعه وبقوه الى قلب الله هي الصلاة. الصلاة هي اللي بتخليك تقف مع الله وجها لوجه، وجها لوجه، وجها لوجه. وعشان كده الرسول بولس يقول ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، بوجه مكشوف. في حاجة وهنتكلم عليها في الجزء الثاني، انه في انفتاح جديد بيحصل في حياتك وجها لوجه، وجها لوجه. عشان كده الصلاة هي اللي بتخلينا نتقابل مع الله وجها لوجه. الصلاة الرب يسوع غير مفهومها، الرب يسوع غير مفهومها تماما. يعني ايه الكلام ده؟ الصلاة لغاية متى والموعظة على الجبل كانت عبارة عن الصلوات اليهودية المحفوظة اللي بتخش المجمع ساعة الصلاة الثالثة، الساعة السادسة بتخش المجمع، او بتقف تصلي في زوايا الشوارع، او يعني اللي احنا بنشوفه الايام دي، انه خلاص الصلوات المكتوبة المحفوظة اللي المشرعة. الرب يسوع نقل الصلاة من شريعة وفريضة لعلاقة. وده مهم قوي ان احنا نفهم الكلام ده كويس قوي علشان ندخل عمق جديد في الصلاة. الرب يسوع نقل الصلاة من شرائع، من شريعة وفريضة إلى علاقة. في ناس لغاية النهاردة مؤمنين اختبروا المسيح، لكن بيتعاملوا مع الصلاة على إنها فريضة. فأنا صليت الصبح، صليت بالليل، أنا عملت اللي علي، أنا علمت علامة، أنا عملت اللي علي. ونسيوا تماما إن الصلاة اللي علمها المسيح، يعني المسيح زي ما بقول حضراتكم نقل الصلاة من شريعة وفريضة وعقيدة
إلى علاقة. التلاميذ فجأة لقوا يسوع بيقضي الليل كله في الصلاة. أنا بعتقد كده بطرس قاعد يبص ليوحنا وليعقوب يقول له هو دي صلاة الساعة كام؟ هو ميعاد الصلاة جه، الجرس ضرب بتاع الصلاة دي، أنهي صلاة فيه؟ هو بيصلي أنهي صلاة؟ وبعدين لقوا إن الصلاة مطولة، يعني الصلاة اليهودية كانت بتاخد في وقت، عشان كده ما مثلا بيصلوا في زوايا الشوارع هي بتاخد وقت، يعني وقت بسيط بيرفع الصلوات بتاعت، يعني خلاص الراجل حريص جدا على انه يقيم الصلاه، يقيم الصلاه في موعدها. لكن فجاه لقوا المسيح قضى الليل كله في الصلاه، لقوا المسيح بيصلي وجه والدنيا العرق بتاعه قطرات دم، لقوا ان في اختبار غير عادي بيحصل في الصلاه. عشان كده قولوا التلاميذ وقالوا له علمنا كيف نصلي. اكسكيوز مي، هو انتم ما صليتوش قبل كده؟ لا كنا بنصلي. هو انتم عمركم ما دخلتوا المجمع وصليتوا؟ لا دخلنا المجامع وصلينا قبل كده. عمركم ما جت الساعه الثالثه وصليتوا؟ لا صلينا. امال انتوا عايزين ايه؟ قالوا لا، احنا مش عايزين الصلاه الروتينيه المحفوظه اللي ما بتحركش وما بتغيرش، احنا محتاجين نتعلم ازاي نصلي زيك. لان التلاميذ قدروا يشوفوا ان الصلاه تحولت من حديث الى الله الى حديث مع الله. من حديث الى الله، صلاه احاديه، برفع لك اللي انت عايزني اقول لك يا ابانا الذي في السماوات اقولها لك. انت عايزني اقرا الجزء ده من المزامير هقراه خلاص. لا لا لا، التلاميذ شافوا في المسيح وفي صلاه المسيح ان الصلاه مش مجرد حديث إلى الله، لكنها حديث مع الله. فابتدوا يكتشفوا إن في عمق جديد في الصلاة، عمق جديد في الصلاة هم ما كانوش يعرفوه قبل كده، هم ما اختبروهوش قبل كده، ما تعلموهوش قبل كده. ليه ما تعلموهوش قبل كده؟ لأن الشريعة اليهودية ما تعرفوش، ما اختبرتوش. الشريعة اليهودية ما قدمت لهمش غير الصلوات المحفوظة. وللأسف برغم إن المسيح حررنا وبرغم ان المسيح نقلنا وبرغم ان المسيح غيرنا وغير مفهومنا للصلاه، للاسف في ناس مؤمنين لغايه النهارده متمسكين بالصلاه الشرعيه، بالصلاه المشرعه، بالصلاه المكتوبه، بالصلاه المحفوظه، بالصلاه الطقسيه اللي لا تخرج عن حدود طقس. كان واحد بيقول له انا عملت اللي عليا. المسيح قال لهم طيب انتوا عايزين ايه؟ قالوا له يا معلم علمنا كيف نصلي. احنا محتاجين نتعلم عمق جديد في الصلاة، عمق جديد في الصلاة، ونشوف زي ما انت كنت بتعمل احنا كمان نرجع ونعمل. عشان كده قال لهم اما انتم متى صليتم. واو، كلمة اما انتم متى صليتم، ابتدى المسيح يعمل تمييز. وانا عايزك تفهم وتفهمي كويس قوي انك مميز وإنك مميزة. ابتدى يعمل تمييز بين كل الشعب وبين التلاميذ، بين كل العالم بيصلي إزاي وبين ولاد ربنا بيصلوا إزاي. عشان كده قال لهم أما أنتم. يا رب ده الناس كلها بتصلي كذا، الناس كلها بتبص مش عارف اتجاه إيه، الناس كلها أول ما تيجي الساعة كذا تعمل كذا. انسوا كل ده دلوقتي، انسوا كل ده دلوقتي. أما أنتم، انتوا بقى الجماعة المميزة، الجماعة اللي فاهمة، مش حافظة، فاهمة، مدركة الحضور الإلهي، مدركة قوة الصلاة، مدركة قوة العلاقة، مدركة ان الصلاة مش مجرد كلمات تتقال وامين واقفل يا رب، يعني زي ما سمعتوني كتير قوي كتير قوي خلاص من واحنا صغيرين حافظين يا رب نحن نشكرك من اعماق 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 القلب. ثلاثة اعماق عمرها ما بقت اتنين، ما سمعتش حد بيقولها اتنين، وما سمعتش حد بيقولها واحد، وما سمعتش واحد بيقولها اربعه، هي تلات، احنا حفظناك من اعماق اعماق القلب. طب نفسي افهم اعماق القلب دي فين؟ لكن هي محفوظه. فاحنا حتى في صلواتنا اتحولت الدنيا لمحفوظات. المسيح قال لتلاميذه بصوا الموضوع مختلف تماما معاكم، اما انتم متى صليتم؟ ويجي في متى يقول كده واما انت متى صليت؟ مره تانيه بيقول له انت مميز، فمره بيقول اما انتم ومره بيقول اما انت. وانا عايزك النهارده تاخد الكلام شخصي جدا ليك. اما انت متى صليت؟ ادخل مخدعك
واغلق بابك وصلي إلى أبوك الذي في الخفاء. خدوا بالكم، بس عايز أقف لحظة هنا عن ادخل مخدعك واغلق بابك. مهم قوي، مهم قوي 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 انك تعرف انك لما بتدخل مخدعك بتتقابل مع الله وجها لوجه. مش كده لهم الصلاة اللي بتتقال في الشوارع والصلاة اللي بتتقال في المجامع والصلاة اللي بتتقال في العلن، صلاة مش هي دي اللي ربنا بيدور عليها. انت بقى لو عايز تشعر بقوة الصلاة وعايزة تشعري بأن صلاتك مؤثرة وتكوني زي إيليا ويقول عنك الكتاب صلى صلت صلاة صلت صلاة. أنا يعني الأسبوع اللي فات سمعت اختبار أخت غالية علينا قوي، كانت تحكي على حفيدها أنه وصل لدرجة صعبة قوي والدكاترة قالوا مفيش أمل و و و وسمعت كلمة صلى صلاة فصلت صلاة والرب عمل معجزة، والرب عمل معجزة. في قوة غير عادية لما الكتاب يقول وأما أنت متى صليت، أما أنت اللحظة اللي بتقرر فيها أنك تدخل وتتقابل مع الله وجها لوجه. خلوني أقرأ لكم بعض الكلمات قالها الرسول بولس. بصوا بيقول إيه، بيقول وليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية الزائل، بل أغلظت أذهانهم لأنه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف الذي يبطل في المسيح. لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع، البرقع موضوع، لكن لما كان بيرجع ويتقابل مع الله كان بيخلع البرقع، كان بيخلع البرقع. البرقع اللي ملبوس قدام الناس أنا باخدها روحيا، إنك ممكن تبقى قدام الناس لابس برقع الناس كلها تفتكر ما زي ما تفتكر هو. طبعا موسى كان لابس برقع لأن وجهه كان بيلمع من وجوده مع الله، لكن يعني الله بيقول لك أنا عايزك. لكن بولس بيقول لنا لما كان بيرجع مرة تانية يدخل قدام الله كان بيقلع البرقع. ده بالظبط اللي المسيح قال له ادخل مخدعك واغلق بابك. أنا عايزك وانت داخل تخلع البرقع. أنا خلاص مفيش أي حاجب، مفيش أي شيء يحجبك ويحجبك عن انك ترى مجد الرب بوجه مكشوف، انك تدخل. عشان كده ممكن جدا تبقى في جوه مخدعك وقافل بابك وما بتقولش ولا كلمه، ما بتقولش ولا كلمه، ما بتنطقش، بس انت قاعد مسبي في حب ربنا، انت قاعد مسبي في الحضور الالهي، انت قاعده مسبيه في عظمه المنظر اللي انت شايفاه. اللي داخل بس يصلي يا رب بارك ويا رب جوز ويا رب اعمل، ما بيشوفش كل الكلام ده، ما بيشوفش كل الكلام ده، ما بيختبروش، لان هو داخل مخه مبرمج بايه الطلبات اللي هيطلبها، ايه الكلمات اللي وحتى الايات اللي هو حافظها وهيكلم ربنا بيقداش. كل ده شيء رائع، لكن الدخول الى محضر الرب محتاج انك تخلع البرقع تماما. عشان كده قال له ادخل الى مخدعك واغلق بابك. ده الوقت اللي تسيب البرقع بره، تسيب الحجاب بره، الحجاب اللي اتفك اللي اتشق تسيبه بره وتدخل لتبقى واقف وجها لوجه قدام الله. وهنا بس تقدر تختبر قوة الصلاة، هنا بس تقدر تعرف ان الصلاة لا تقاس بعدد الدقائق او بعدد الكلمات او بقوة الايات اللي انت حافظها اللي هتقولها لربنا وكأنك بتفكروا بيها، لكن تقاس بادراكك الكامل انك في محضر القدير، في المحضر اللي لما إشاعيا شافه قال ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وساكن وطار الملاك وعمل الوضع ده كله، ما تمش غير لما بتتقابل مع الله وجها وجها لوجه. أول حاجة عايزك تفهمها النهاردة عن الصلاة إن الصلاة هي مقابلة الله وجها لوجه، إن الصلاة هي الاقتراب إلى قلب الله مباشرة، إن الصلاة مش حديث مع الله، الصلاة مش حديث إلى الله. مهم قوي إدراكك إنك تعرف إنك لما بتدخل مخدعك وبتغلق بابك وبتبقى منفصل تماما عن اللي بيحصل بره، منفصل تماما عن اللي بيحصل ما بين فشل بره وما بين فشل بره وما بين
شباك فاضية وإحباط، أنت داخل بتتقابل مع ملك الملوك ورب الأرباب. خلونا نقف هنا لحظات ونروح للولو ناخد معاها ترنيمة ونرجع نكمل حديثنا. بس فكر في الحاجات دي، فكر في الحاجات دي، أنت بتتقابل مع الله وجها لوجه، بتتقابل مع الله في صورة غير عادية، بتعمل حديث معه، يجري حديثي معه، أنت بتتقابل مع مجد الله، أدخل مخدعك. عشان كده الله مش عايزنا نرجع للصلوات المحفوظة التقليدية الطقسية اللي آخرين قالوها من قلبهم، لكن دي كلام آخرين. الله لما عايزك تقف قدامه تدخل مخدعك وتقلع البرقع فترى مجد الرب. خلونا ناخد ترنيمة مع أختنا لولو ونرجع نكمل مع بعض. امين. يقول يرى مجدي، في مجد بيحصل لما بتدخل الى مخدعك، لما بتدخل الى مخدعك. المسيح الرب يسوع قال كده، واما انت فاحنا اتفقنا ان انت مميز وصلاتك لازم تكون مميزه، وما ينفعش تصلي صلاه حد تاني، ما ينفعش. انت متخيل كده انك مثلا لو بتحب حد وتقول له بيت شعر بتاع حد تاني، ممكن تقول له كما قال الشاعر، لكن لما بتقول الشعر على انه بتاعك
بيبقى مختلف، لانه مش هي ده اللي انت بتعبر عنه. يمكن هو نفسه بتقول نفسه نفس الكلام، لكن انت بيبقى الشخص اللي قدامك مشتاق انه يسمع منك انت مشاعرك انت واحاسيسك انت، وده اللي الله عايزه. قال له ما تسليت فادخل مخدعك واغلق بابك وصلي الى ابيك الذي في الخفاء. لغايه هنا كلام رائع جدا، بيقول لك انت مختلف، الصلوات من اللحظه دي بقت مختلفة، لأنه زي ما قلت لكم في مرات قبل كده لما قال وما تصليتم قولوا أبانا. إيه ليه قال أبانا؟ أبانا لأنه العهد القديم ما كانش يعرف يقول أبانا، ما يقدرش يقول أبانا. العهد القديم كان بيتعامل مع الصلاة على أنها زي ما قلت لحضراتكم شريعة وفريضة، شريعة وفرائض بيعملها لازم عشان ربنا يرضى عليه. لكن لما قال لهم ما تصليتم قولوا أبانا، هو نقل الصلاة من فريضة إلى علاقة، بقت علاقة. أنت دلوقتي ادخل إلى مخدعك وصلي لأبوك، صلي لأبوك. فأنت النهاردة مش داخل ترضيه، مش داخل تعمل عشان يسكت عنك ويمنع عنك البلاوي، ده أنت داخل لأنك بتحب أبوك ومشتاق تتكلم معاه. ده المفهوم، دي الثورة اللي عملها المسيح في الصلاة، الثورة اللي عملها المسيح في الصلاة، إنه غيرها من العقائد والشرائع والطقوس إلى علاقة بين أب وابنه. فأنت عشان تقدر تستمتع بالعلاقة دي، نمرة واحد لازم تكون ابن، لازم تكوني بنت، لأنه يعني مش يعني أنت متخيل ولادك أو أنت تقدر تروح لأبوك بكل دلال، بكل دلال وتتدلل عليه لأنه أبوك. لكن أنا ما أقدرش أروح لأبوك وأتدلل عليه، لأن أنا مهما كنت أنا مش ابنه. الله نفس الموضوع، اللي علشان تقدر تفهم العلاقة لما قال لهم أما أنتم فقولوا أبانا، قولوا أبانا، يبقى الموضوع انتقل مش من إن أنا بصلي لك عشان ترضى عني، وبصلي لك عشان تسكت عني، وبصلي لك علشان تسيبني في حالي، إلى أنا بصلي لك لأن أنت أبويا وأنا مشتاق إليك وأنت مشتاق إليا، فالموضوع بقى فيه علاقة. طيب في متى يقول لهم ادخل مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك فأبوك الذي يرى في الخفاء. وهنا مرة تانية المسيح يعني زي ما تقولوا ضرب قنبلة، يعني أنا بعتبر الموعظة على الجبل دي كلها قنابل تغيير ثورية، تغيير في الأفكار. قال له أبوك الذي يرى في الخفاء. لمدة طويلة الناس كانت فاكرة أن الرب يسوع غلط، الوحي غلط، أنت داخل تصلي، لأن هما دايما الصلوات إيه مسموعة، أنت بتقول كلمات متوقع أن أبوك الذي في السماء يسمع، أبوك يسمع. هو قال لا لا لا، أبوك القضية مع ربنا، في محضر ربنا، في المحضر الإلهي، في الحضور الإلهي، في مخدعك، الموضوع ملهوش علاقة أبدا أنت بتقول إيه ببقك، ملهوش علاقة أبدا أنت بتقولي إيه ببقك، ملهوش علاقة بالفوكابلري اللي طالع منك، بالكلمات اللي طالع منك. أمال ليه علاقة بإيه؟ بحالة القلب اللي أنت فيه. فأبوك الذي يرى، هو ربنا هيرى الكلمات؟ لا لا لا، الله مش هيرى الكلمات، الله هيرى أشواق القلب، الله هيرى احتياج القلب، الله هيرى القلب الفرحان والقلب المكسور والقلب الحزين. فأبوك الذي يرى في الخفاء، أبوك الذي يرى في الخفاء حالة السجود اللي انت فيها، حالة الاشتياق اللي انت فيها، حالة الاحتياج اللي انت فيها. مهم قوي انك تفهم انك وانت بتصلي في مخدعك، وانت بتصلي وبتستمتع بالحضور الإلهي. بالمناسبة يعني أنا حابب جدا 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 أقول لكل اللي بيتابعونا على اليوتيوب ولا وعلى الفيسبوك، إذا كتبت لنا أو اكتب لصفحة الكنيسة اسمك وعنوانك، أنا حابب قوي أبعت بالذات اللي عايشين في أمريكا نسخة من الكتاب اللي أنا كتبته عن الدخول إلى محضر الله، الدخول إلى محضر الله. كل اللي عليك بس تكتب أنا اسمي فلان وده عنواني، أنا محتاج نسخة من الكتاب، أو أنا عايز نسخة للكتاب اللي الأسيس أعلن عنه. الدخول إلى محضر الله وإنك تبقى موجود في محضر الله، مش محتاج إنك ساعتها هتنسى الكلمات. ساعتها أنت ممكن تكون بتعيط، ممكن تكون فرحان، ممكن تكون ساكت تماما، ممكن تكون بتسبح، ممكن تكون أنا يعني بتختلف من الرياكشن، رد الفعل بيختلف من شخص لشخص لما بتكون فعلا وحقا موجود في محضر الله. عشان كده الرب يسوع بوضوح قال ادخل مخدعك، اغلق بابك، صلي إلى أبوك الذي في الخفاء، أبوك الذي يرى
أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. الله عايزك وانت داخل مش تكون داخل بشفتيك، انك تكون داخل بقلب مهيأ انه يتقابل مع الله. مش كده يقول الكتاب؟ بيقول كده ان الله بيسمع تأوهات الضعفاء. يعني تخيل شخص ضعيف مش قادر يقول غير اه، ما بيقولش كلمات، ما بيقولش يا رب شفيني، ما بيقولش يا رب ارحمني، حتى ما بيقولش يا رب المسني، ما بيقولش ايها الآب السماوي تنازل، ما بيقولش الكلام ده خالص. كل اللي طالع منه هو تأول. لكن انت متخيل كده المنظر؟ هو بصوا زي ما بقول لحضراتكم، الرب نقل الصلاة الى علاقة. انت متخيل انك بتخش لابنك تلاقيه بعد شر سخن مريض، كل اللي بيقوله اه يا بابا، انت بتبقى عايز تعمل كل ما في وسعك انك تنقذه. ساعات احنا طبعا كآباء مالك يا حبيبي، فيك ايه، طب ايه اللي وجعك، و و و لكن الله طبعا فرق عننا، لان الله عارف، الله شايف. عشان كده بيقول ان الله بيسمع تأوهات الضعفاء. انا من المواقف اللي عمري ما بنساها، لما ابراهيم طرد هاجر، وهاجر راحت في الصحراء وسابت الغلام وقالت لألا انظر موت الغلام، انا مش هستحمل ان انا اشوف اسماعيل بيموت. وراحت قعدت تحت شجره وابتدت تصرخ وتبكي وتعيط وتلطم وتعمل كل حاجه بصوت عالي جدا، ويجيها ملاك الرب. اسمعوا الموقف ده غريب جدا. يجيها ملاك الرب ويقول لها لا تخافي يا هاجر، لان الرب استمع لصوت الغلام. انا يعني انبهار انبهار. مين اللي كان بيصرخ؟ هاجر. مين اللي كان بيصوت؟ هاجر. مين اللي كان صوته عالي؟ هاجر. مين اللي كانت بتقول كلمات لربنا؟ كان هاجر. لكن الرب لما استجاب استمع لأنات الغلام، استمع لصوت الغلام اللي يمكن ما قالش ولا حاجة. يمكن كان كل اللي بيعمله الغلام انه بيعيط، يمكن كان بيعيط وعمال يرفع قلبه يقول له يا رب ارحمني من جوه جوه قلبه. اللي انا عايزك تصدقه النهارده وعايزك تصدقيه النهارده، انك لما تدخل محضر الله، لما تدخلي محضر الله، سيبي نفسك وسيب مشاعرك تتكلم قدام ربنا. يمكن ما تلاقيش الكلمات، يعني عجز لساني عن التعبير، عجز لساني. انت لما بتقعد تتامل في محبه ربنا وفي رحمته وفي قداسته وفي كل حاجه من دي، بترجع بتقول يا رب انا صغير عن جميع اعضاء، انا مش عارف اقول ايه، انا مش قادر، مش لاقي كلمات، مش لاقي كلمات تعبر عن انا فرحان قد ايه، او انا ممتن قد ايه للي انت عملته. مهم قوي، مهم قوي. عشان كده الرب يسوع قالوا ادخل الى مخدعك، اغلق بابك، صلي الى ابوك الذي في الخفاء، فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. كلمة يجازيك علانية معناها ان استجابة ربنا ليك مش هتبقى في الخفاء. استجابة ربنا لثقتك فيه هتكون علانية. عشان كده بيقول هذا المسكين صرخ، هذا المسكين صرخ، ما قالش حاجة، صرخ صرخ. يمكن قال او يا رب، ما اعرفش، قال ما اعرفش الصرخة كانت ايه، لكن يقول هذا المسكين صرخ والرب استمعه. الرب سمع. بحب قوي الترنيمه، ما اعرفش اذا كانت لولو تقدر تقولها لنا ولا لا. بحب قوي الترنيمه بتقول اسمع صراخي يا سيدي، والى صلاتي، والى صلاتي امل اذنيك، ارحمني. صلاه من قلب الحوت، صلاه من جوه، من جوه التيارات الصعبه. انا متخيل ان يونان في بطن الحوت ما كانش عارف يتكلم، ما كانش بيتكلم، يعني مش عارف يتكلم. لو فتح بقه هيخش في بطنه، هيخش في بقه ميه وسمك صغير، ما اعرفش ايه اللي هيخش في بقه لو فتح بقه. فيونان، لكن يقول الكتاب وصلى يونان في بطن الحوت. الصلاه اللي صلاها يونان وكتبها لنا سفر يونان، انا بعتقد ان دي الصلاه اللي كانت طالعه من قلب يونان، هو سجلها بعد كده، لكن هو ده اللي كان بيقوله في قلبه، لانه لو فتح بقه اكيد ميه هتخش جوه، واكيد الحاجات اللي كانت في بطن الحوت هتخش جواه. لكن اللي عايز يقوله لنا انك وانت بتتعامل مع ابوك السماوي، وانت بتتعاملي مع ابوك السماوي، انت مش محتاج الكلمات الرنانه، انت مش محتاج تبهر ربنا. خلونا نحطها بقى، جميله قوي الحكايه دي. مش محتاجه تبهري ربنا بكلماتك، مش محتاج تبهر ربنا بكم الايات اللي انت حافظها، انت محتاج توري ربنا ايمانك وثقتك بوعوده، وثقتك كابن بعلاقتك
بالآب. لما داود يقول له استيقظت وأنا بعد معك، استيقظت وأنا بعد معك، أنا بقى كنا بنحكي في إيه طول الليل؟ أنا ما أعرفش، كنا بنحكي، فاستيقظت وأنا بعد معك. اللي عروس النشيد تدور شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، في حالة العناق دي يقول له داود استيقظت وأنا بعد معك. ده إحنا كنا في يعني علاقة غير عادية. اللي أنا عايز أوصله معاكم، إبليس مش هيحاربك في أي حاجة في الدنيا. بص، لو عايز تقعد تقرأ كتاب ساعتين ثلاثة هيسيبك تقرأ كتاب، لو عايز تنزل تخدم وتوعظ وتطلع على فضائيات وتعمل، هيدي لك، ده هيساعدك قوي انك تعمل كده. عايز تعمل اعمال حسنة هيساعدك، هتصلي هيحاربك. حاجة غريبة جدا، الشيطان ما بيترعبش من كثرة حفظك للآيات. مع احترامي لكل الحافظين الكتاب من الجلد للجلد، إبليس ما بيترعبش من حفظك للآيات، إبليس ما بيترعبش من أعمالك الصالحة، إبليس بيترعب من الركب الساجدة. عشان كده فيش اجتماع في الكنيسة بيتحارب قد اجتماع الصلاة. مفيش وقت بيتحارب كده. قرر كده انك تخش محضر ربنا وتقفل بابك، التليفون يرن والباب يخبط والعيال تزعق ومراتك تقول لك الحقني، 100,000 حاجة تطلع في الـ 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 الوقت ده. لكن اللي اختبر وداء الدخول لمحضر الله وانه اغلق الباب، وبتعجبني قوي كلمات الترنيمه اللي بيقولها قدس البابا شنو ده، اغلق الباب وحاجك في دجى الليل يسوع. انت وهو في الليل في النهار، انت وهو ده اللي المسيح عمله، وده اللي انا عايزك تصدقه وعايزك تصدقيه النهارده في برنامج وصلى صلاه، ان الموضوع مش مجرد صلوات، مش مجرد اجتماعات صلاه، الموضوع مش مجرد روتينيات بمواعيد. الموضوع اما انتم متى صليتم، قولوا ابانا، انت داخل تكلم ابوك. ما اما انت متى صليت، مالكش دخل، اخلع البرقع بقى وانت داخل. مش هينفع تمثل على ربنا، مش هينفع تبقى لابس حجاب قدام ربنا، ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. ليه ابليس بيحارب؟ خلينا اقول لكم الدقايق دي ونروح للولو في ترنيمه، وبعدين انا عايز رجاء يختم لنا الفرصه بالصلاه. الشيطان عارف انك لما هتصلي ستستطيع ان تدوس الحيات والعقارب، الشيطان عارف انك لما هتصلي هتهزم قوى العدو، الشيطان عارف انك لما هتصلي حتى وان شربت سما مميتا مش هيضرك، الشيطان عارف قوة الصلاة، عشان كده بيحاول يحارب جدا 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 هاي الصلوات في حياتك وفي حياة الكنيسة. انا بشجعك كمؤمن وبشجعك كمؤمنة وبشجع اخواتي الخدام اللي بيشاهدونا، وانا عارف ان في اسس كتيرة وخدام بيتفرجوا علينا وبيشاهدونا، انا بشجعك انك تصدق في قوة الصلاة، وانك لو ما عندكش حلقه صلاه في كنيستك اعمل انت حلقه صلاه في كنيستك، لو اذا اتفق اتنين، لو ما اختار شخص تصلي معاه، لكن مهم قوي انك تدخل وتتعلم انك تدخل الى محضر الله. خلونا ناخد ترنيمه مع منال، وممكن يا سامي بعد منال ارجع مره تانية حط لنا الاعلان، وبعد كده هنختم بالصلاه مع الشيخ رجائي. شكرا حضر القسيس انك ذكرت ترنيمة اسمع صراخ، يعني تحن دي صرخة وانا كلنا. والحلو في الترنيمة دي ان هي اخر حتة فيها زي ما اتذكر في سفر يونان انه بيذبح للرب بصوت الحمد، ولا بيكلم نفسه ولا بيضرب الهوى، ده بيكلم اله حي قادر ان ينقذ ويغير ويشرق بوجهه على كل قلب على كل المستويات. اشكرك يا رب. اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أمين أذني، ارحمني وامسح
من مدة وربنا بيكلمنا بصورة واضحة جدا على الزمن اللي جاي، وإن في تغييرات غير عادية هتحصل في الزمن الجاي. الزمن الجاي زمن مختلف تماما في حياتنا كلنا. ومن أيام ربنا فاجئني أنا شخصيا بهذا الكم وهذا العدد الهائل من الكنائس الأمريكية اللي اجتمعوا في واشنطن وركعوا قدام ربنا وصلوا منظر، أنا بعتقد إنه مش أنا بس، كل اللي اتفرج على اليوم ده وتابع الصلوات وتابع التسبيح وتابع إنه يشوف قادة العالم أو قادة الكنيسة في أمريكا وهي بتركع على الأرض وبتتوب وبتستقبل مسحة جديدة وبتستقبل نهضة جديدة من عند ربنا، منظر كان يعني يهز أي إنسان. يعني المنظر ده لما ربنا قال إذا رجعوا وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الرضية فإني أسمع وأبرئ الأرض، وأنا حسيت ربنا بيكلمني بمنتهى الوضوح في الوقت ده، وأنا عمال أتفرج على القسيس وهو راكع قدام الأرض والشعب راكع معاه في كل مكان، وكان اللي بيصور كان منظر غير عادي، وانت شايف العائلات بتركع، كبار بيركعوا، شباب بيركعوا، يعني الجسد المسيح كله كان بيركع بيطلب توبة حقيقية وبيطلب رجوع حقيقي للرب.
حسيت ان ربنا بيقول لي احنا محتاجين نعمل ده في المجتمع العربي هنا في لوس انجلوس. فانا بدعوك انك تيجي السبت الجاي الساعه 6 بالليل عندنا في الكنيسه، اللي نفسه يتوب توبه حقيقيه ونفسه ياخد مسحه جديده ونهضه جديده ورؤيه جديده للزمن اللي جاي. هنبتدي اللقاء الساعه 6 بالليل، هنخلص 8:30، ساعتين من التسبيح، من الصلوات، قراءات كتابيه كتيرة عن التوبه، عن التجمع قدام ربنا، عن التشفع قدام ربنا. انا بدعوك ان دي ليله هتبقى ليله مختلفه جدا، هتفرق في حياتك، هتفرق في كنيستك، كل الخدام مهما كانت طائفتك ومهما كانت الكنيسه اللي بتنتمي ليها، تعالى وشارك معانا. وانا متاكد جدا ان روح ربنا هو اللي بيسوقنا وبيدعونا لهذا اللقاء، ومتاكد ان احنا هنخرج من اللقاء ده كجسد المسيح بنصرة جديدة. السبت الجاي 10 أكتوبر 6 مساء في الكنيسة عندنا في ويتشير، هنركع، هنتوب، هنرجع للرب، هنستقبل نصرة ومسحة جديدة، بداية جديدة لزمن جديد ربنا بيدخل فيه الكنيسة والمؤمنين. ربنا يبارككم، ومنتظر أشوفكم في ملء البركة. يا رب، في اسم الرب يسوع وقوه سلطان الروح القدس، لتكن يا رب كلمتك يا رب مرسله للشفاء يا رب لشعبك في كل مكان. نعم يا رب، بناء على وعدك يا رب، اذا تواضع شعبي وصلوا ورجعوا عن طرقهم الرديه، فاني اسمع من السماء وابرئ ارضهم. ابرئ الارض يا رب، ادي لشعبك يا رب ان يسمع ويرجع ويصلي أمامك. نعم يا رب، ادي اختبار حضور حقيقي لشخصك، مش بس في وقت مخدع أو وقت صلاة، لكن في كل الوقت حضور حقيقي يا رب لشخصك في كل وقت وكل ساعة وكل دقيقة، حوار يا رب لا ينقطع معاك. افتح عيون شعبك وأذان شعبك يا رب لإدراك حضور يا رب مستمر طول الوقت معاك. بركة ونعم على شعبك في كل مكان، في اسم الرب يسوع، آمين. كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة، صلى صلاة أن لا تمطر.